فطيرة التفاح، كتير سهلة وكتير بسيطة. مرحبا بكم، رجعنا لكم وصفة جديدة وإن شاء الله تكونوا بخير. أتمنى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. شكرا كثير لكم. يلا. دقيق 3 كيلو، تقريبا 2 كوب ونص، سكر معلقة كبيرة 30 جرام، وملح نص معلقة صغيرة، وخميرة معلقة صغيرة 5 جرام. نخلط المكونات مع بعض، نوضع معلقة كبيرة زبدة 25 جرام، وماء دافئ 2 كوب، يعني كوب إلا، يعني 165 جرام. نعجنهم جيد، بعد ما نعجنهم نغطيهم، يعني نتركهم يرتاحوا في المطبخ شوية، بعدين نوضعهم بالثلاجة لليوم الثاني. نوضعهم بالثلاجة لليوم الثاني، بنجيب الزبدة من الثلاجة، بناخذ تقريبا 180 جرام او 150 جرام زبدة، نوضعهم على ورق الزبدة وبنفردهم. هذا طبعا الزبدة عملناها باليوم الثاني، اي نوع زبدة متاحة استخدموها. بعد ما نفردهم نوضعهم بالثلاجة، يعني اقل شيء 20 دقيقة نوضعهم بالثلاجة. بعد ما نوضعهم بالثلاجة 20 دقيقة بنجيبهم مع بعض. طبعا العجنة عملناها قبل بيوم العجنة، وبنفرد العجنة وبنوضع الزبدة، وبنسكرها مثل ما انتم شايفين. كيف بنسكرها؟ سكروها بالطريقة هذه، موضوع كتير بسيط وكتير سهل. بنفرد العجنة، بنعملها 3 تنيات، بنرجعها على الثلاجة تقريبا شغلت 15 دقيقة 20 دقيقة من الثلاجة. بنجيبها من الثلاجة وبنرش قليل من الدقيق وبنفردها. يعني كتير بسيطة وكتير سهلة، وتطلع مورقة كتير حلوة. نعملها نفس الاشي، بنتنيها مثل ما انتم شايفين، نضعها بنايلون التغذية، ونضعها بالثلاجة تقريبا 20 دقيقة، بعدين بنفردها مثل ما انتم شايفين. الامر كتير بسيط، كل شيء كتبته على الشاشة، مشان لو ما فهمتوا أي جملة من الكلام اللي أنا حكيته مكتوب على الشاشة كل شيء. ممكن توقفوا الشاشة وتقرأوا من الشاشة. بنفردها مثل ما انتم شايفين، وبتقطعوها. أنا قطعتها تقريبا، عملتها 60 سنتي، عملتها 6 قطع، كل قطعة 10 سنتي عملتها. انتوا اعملوها بالشكل اللي انتوا بدكم اياه، ممكن تعملوها كرواسان فرنسي، تعملوا أي شيء، ممكن تستخدموا العجنة لأي شيء. كتير بسيط وكتير سهل الموضوع. عملتها 6 قطع، كل قطعة تقريبا 10 سنتي، ممكن تعملوها انتو بالنظر بالعين. بنجيب زبدة 2 معلقات طعام 50 جرام تقريبا، وبنجيب 3 تفاحات بدون قشر مفرمين قطع صغيرة، ونضعهم على حرارة اقل من المتوسط، وبنجيب سكر 3 معالق 50 جرام، ونجيب نشا معلقة 10 جرام، وبنجيب قرفة معلقة 10 جرام، قليل من عصير الليمون. 5 دقائق بنقلبها على النار هادئة، تقريبا أقل من الوسط، الحرارة تكون هادئة، الحرارة تكون هادئة، وبنقلب مثل ما انتم شايفين تدبل قليل. هيك أصبحت جاهزة، نتركها تبرد. بعد ما تبرد بنجيب العجنة اللي عملناها، بنعملها بالسكينة 3 حزوز، نوضع قليل من البيض أو بيض مع حليب، نوضع قليل من الحليب مع البيض أو قليل من المية مع البيض مثل ما انتم شايفين عشان تسكر معنا، ونوضعها بالصينية، ونشغل الفرن مسبقا 200 درجة مئوية من الأعلى والأسفل على درجة حرارة 200، تقريبا تاخد حدود 15 دقيقة، لازم انتم ترقبوها لأنه يختلف من فرن إلى فرن. نبدأ من الأعلى بيض أو حليب أو بيض مع حليب، ونوضعهم بالفرن. هيك أصبحوا جاهزين. نوضع سكر البودرة وبنقدمها. صحة وألف عافية. شكرا كتير لكم، وأتمنى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. مع السلامة.